السلام عليكم، راح نكون فيديو جديد. فيديو اليوم كما شفتوا راح يكون على سعر هاتف سامسونج A42 في الجزائر. التليفون هذا خرج جديد من سامسونج، اللي هو سامسونج A42، يدعم ثاني 5G. والتليفون هذا شغل من التليفون تليفون جدد، شغل بدلوا لهم الشكل تاع الكاميرا تاع سامسونج. خاطر سامسونج عندها مدة وهي دير غير الشكل هذاك اللي يجي شغل هكذا ولا العكس. كما شفتوا الفيديو اللي فات درت لكم على سعر ال A12 سامسونج A12، وقلت لكم بلي داروا له هذاك الشكل اللي شحال من تليفون داروه، ميم التليفون داروا له الشكل تاع الكاميرا تاع هذاك المربع، بصح بدلو برك بدلو عفسة خفيفة هذه لونوها بالكري. قبل ما نشوفوا سعر التليفون هذا شحال راهو يدير واش فيه واش ما فيهش، ما تنساوش تشاركوا في قناتك وشاركين، ديروا جيم فيديو بارطاجو نصحكم اذا حبيتوا، ناس كامل تعطيك فلوس حبيت لي ابوني. وين نبداو؟ اول حاجه التليفون هذا يجيب ثلاث نسخ، نسخة تكون 4 رام و6 رام و8 رام، وكاين 64 جيجا و128 جيجا. 64 لا ما فيه غير 128، ما فيهش 64. يجي فيه 5000 ملي أمبير و48 ميجا بيكسل. كاميرا تاعو 6.6 إنش تليفون، ما دارولوش النوتش كيما شفتو في التصويرة هادي. بروسيسور فيه سناب دراجون 750، يدعم 5G بروسيسور، شغل نورمالمون هذا بروسيسور الأقلية كامل اللي يدعمو 5G. نبداو بسعر التليفون هذا شحال راهو يدير. نسخة متوفرة في الجزائر تاع 6 رام 122 جيجا، أي ب7 ملايين و200، النسخة السعر الأول. السعر اللي مرات تلقى 6 ملايين و800 نفس النسخة. هاوليك هذا هو سعر التليفون هذا شحال راهو يدير في الجزائر. بالنسبه لشكل التليفون هذا، انا شغل جاي من لور سجاج ماشي بلاستيك كما التليفونات اللي ديناهم من قبل، وكي بدا شغل كامل يضلوا يخرجوا في السلسله هذه تاع الام. هاد التليفونات اللي خرجوهم هاد التليفونات اللي خرجوا جديد صراحه عجبوني، بدلو ما بقاوش مكملين شغل في نفس شغل ما كاش فاهم، شغل ما كملوش في نفس السيستم تاع الكاميرا واسمو، بدلو شويه كاخر. و برك تيفون هذا يزيد ينقص السعر تاعو شويه باش يولي المامو يزيد، اذا نقص يولي 6 ملايين و200، يدو المامو يدور في هذاك السعر ما يفوتوش، لاخطر هاد السعر شويه غالي اللي المامو يتباع به. وهذا مكان فيديو اليوم، شحال عجبكم فيديو اليوم فتكم به، كما قلت لكم شاركوا في قناتكم مشتركين، ديروا جيم فيديو بارطاجو اذا حبيتو، بارطاجو اذا حبيتو، الانستغرام تاعي تعطيك فلوس حبيت لي ابوني، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.